يعد تدريب الأطفال على فنون رياضات الدفاع عن النفس خطوة إيجابية تساعد بشكل كبير على تطوير النمو لدى الطفل وتوجيه طاقاته في المكان الصحيح. نعم، وتمنح تمارين الأطفال فرصة لتغيير النمط اليومي المعتاد، إذ أنها تقلل من الأوقات التي يقضونها في استخدام الأجهزة اللوحية ومشاهدة التلفزيون. ثقة بالنفس، احترام للذات، التزام ودقة تجاه المجتمع يكتسبها الأطفال من خلال إشراكهم في برامج التدريب على الفنون القتالية ليكونوا قادرين على الإبداع والتميز في مختلف المجالات، خصوصا وإن هذا النوع من التدريب يساعد على منح العقل القدرة على التركيز وتحديد الهدف. احنا عندنا قاعدة جدا واسعة من لاعبين تايكوندو، عندنا حاليا 32 نادي الأندية الرسمية المعتمدة في الاتحاد البحريني للتايكوندو، فاللعب محبب من الأسر، يحبون أن عيالهم يمارسون اللعبة لما لها من فوائد جمة في بناء شخصيتهم، لياقة، ثقة بالنفس، نقول الأطفال الطاقة اللي عندهم توظف بطريقة صحيحة في لعبة، يعني سواء عن الفائدة الشخصية للأطفال أو تنمية مهاراتهم ويعني شخصيتهم، أو إنه لا صارت بطلة أو صار بطل الولد أو البنت من خلال ممارستها وممارستها للعبة. لعبة تعطيك ثقة بالنفس، تعطيك لياقة، واليهال اللي هني يطلعون طاقتهم في شيء مفيد ويكتسبون مهارات، وهم برا يعني يكون واثق بالنفس، ما يكون يستحي وكذي وهاللون، وهم يطلع طاقته بلا ما يضيع في وقته بأجهزة ما أجهزة، هني يتمرن ويسوي شيء مفيد حق نفسه. شعلة الطموح التي توقدت بداخل هؤلاء الأطفال هي التي سوف تقف وراء تحقيق أحلامهم بالفوز ببطولات عالمية ترفع اسم مملكة البحرين عاليا. أنا تعلمت أن أكون طيب من حق الناس، وبعد تعلمت أن أنا أكون هادئ وما طلع عصبي على الناس، وما أعرف شلون أدافع عن نفسي بطريقة صح. جيت أتعلم أطق كذا يعني بالريل، والتكوين حق الريل واليد والحركات كذي وكذي، ويعني أنا أحب هذه التمرين، وأنا أتعلم في البيت وأتعلم عقب صرت حزام أحمر الحين اللي عندي، وبصير جريب أسود إن شاء الله. أنا ألعب تايكوندو في البيت، وحين ما أحب التلفون ولا أيباد ولا شيء، الحين أحب أتعلم رياضة تايكوندو. وبعيدا عن التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية، يأتي الدفع بالأطفال لممارسة رياضة الفنون القتالية ليساعدهم على الخروج من بوتقة الأجهزة اللوحية لينطلقوا إلى عالم أرحب أوسع يحتضن طاقتهم ويوجهها إلى الاتجاه الصحيح. تلعب ممارسة الفنون القتالية للأطفال والناشئة دورا كبيرا في بناء الثقة بالنفس، كما تهيئ لهم في الوقت ذاته جو خاص يساعد على استخراج طاقة الطفل التي يهدرها في اللعب على الأجهزة الإلكترونية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.